فقد محافظ كركوك ركان الجبوري وضع مصابي القوات الأمنية في مستشفى كركوك، وذلك بعد الخرق الأمني الأخير. ورافق الجبوري في زيارته للمستشفى قائد الشرطة لواء كاوا غريب، وأيضا مدير أمن الأفراد العميد سنان جميل البياتي. وأكد الجبوري خلال هذه الزيارة أن إدارة المحافظة ستبقى داعمة لكل جهد أمني يصب في خدمة الأهالي، كما وجه دائرة الصحة بتقديم كل الدعم وأيضا الإمكانات لإسعاف الجرحى الأبطال. واجبنا متابعة المصابين من القوات الأمنية، نحن نتابع سواء في مكان الحادث أو نتابع في المستشفى، هذا واجبنا في الليل أيضا. الشرطة هي الوضع المستقر والجيد، ونأمل الشفاء المقابل اللي هو الآن.